doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I'm not. يعني متكورة في حتت كده غريبة. كانت بتقلب على الكرسي؟ لا موصل؟ اه السرير. انام ايوه شكلها كنت هاي يا جماعة احنا دلوقتي في مجار اثينا قاعدين في ترانزيت 12 ساعة قبل ما نروح كرويشا وشاري قاعدة اهي عايشة المساء. ايه الاخبار يا شيرين؟ الاخبار ال 12 ساعة الفطار كريم راح فيك مشاريع عادي مفيش مواضيع عادي خالص يعني. بس بجد 11 ساعة ده تو ماتش. ليه ده؟ الجو يعني حتى ساقع يعني شوية يعني. انا كده يا جماعة شايفيني في رونقي من كام ساعة فاتت. معلش يا جماعة كنت يعني متكورة في حتت كده غريبة. كانت متشقلبة على الكرسي مش عارفه وهموت وانام وحاجات كده. انا استيل هموت وانام يعني. بس يعني بدات اصحصح بقى عشان كده حضرتك. طب انت ايه الاخبار؟ انا كويس الحمد لله. بس يعني ناوي تعملي ايه بعد كده؟ ناوي اعمل ايه؟ اشوف يعني. نفسي انام بقى. نفسي انام عشان داوت تتظبط عشان اقدر اعمل حاجات كتير حلوه. بس كده. بس يعني ايوه هي تبقى رحله لطيفه. طب ايه اخبار الترانزيت في اثينا؟ لا اثينا جميله. الترانزيت حلو والمطار جميل. بس يعني كان نفسي يكون في شازلونجات بصراحه. يعني هذا ينقص كل المطارات. شازلونج كده جميل ومخده وبطانيه عشان التكييف ده مش تكييف طبيعي. التكييف يا جماعه ساقع جدا اصلا. ده في تلج نازل عليك يعني. احنا قاعدين بالظبط بقالنا 3 ساعات مجاملين من ال 11 ساعة. من ال 11 ساعة يعني 9 ساعات لسه قدامنا كمان بتاع 9 ساعات. اه المفروض نوصل كرويشا على الساعة 6 ونص كده. 6 ونص كده على 7 نوصل هناك. احنا لسه الساعة دلوقتي 12 قدامنا كده بتاع يعني 6 ساعات لحد ما نوصل. بصراحة احنا في كانو كانت 12 ساعة. أنا أول ما وصلت كانت 12 ساعة. كده حلو أوي يعني. طب شيري يعني الصمود الصمود حتى الموت. لا ليه موت؟ الصمود. إحنا صمودون. صمودون يعني. بس الأجواء جميلة يعني. برضه الترانزيت بيبقى لطيف يعني. لما تصحصح لما النوم يغلبك بيبقى وحش أوي. طب محتاجيني تاخدي راوند كده. ما انا شويه بقى كده هاخد راوند بقى ونفرجكم على الديوتي فري بتاع مصر. لطيف يعني. والطياره حلوه دلوقتي واقفه مستنيك. يا جماعه لذيذه. يلا باي باي. وبعدين يا شيري هتوصلي بعد كده هتعملي ايه بقى اول ما نوصل كرويشا؟ لا اول ما اوصل السرير. انام ايوه بس الساعه تكون 6 ونص لسه. والله انا لو نمت ساعتين ثلاثه هقوم فايقه فوقان. انا بس انام نومه بني ادمين مش نومه الناس العجيبه دي. نومه البني ادمين دي يعني مكان كده واحد يتغطى بيه ينام يركز في نومه ما يبقاش فيه دوشه. شيري انا شايف ان انت مقفره عندك بقى نوم غير طبيعي. ليه؟ احنا بس من الساعه عادي شيري من الساعه 12 لحد دلوقتي صاحيين. ايه المشكله يعني؟ بتحصل. لا هو انت حضرتك مش انت فاكره الترانزيت قد كده اللي كان في تايلاند؟ من الساعه 12 من الساعه 12 بالليل كانت الساعه 3 الفجر. بالظبط. لكن احنا صاحيين من امتى؟ من 8 تاني يوم قبله بيوم. ايه المشكله يا شيري؟ عادي. مش احسن بكتير؟ مش هي دي السوشيالايز اللي انت بتحبيها؟ مش هو ده السفر الجميل اللي وصلك المرحله اللي انت فيها دي؟ اكيد. حلو. هنشكر السفر بتاعنا؟ هنشكر السفر بتاعنا اكيد يعني طبعا. بس مش 11 ساعه ترانزيت.
حضرتها قبل كده، ما كانش نفسي احضرها تاني. برضو انت عارف يعني الواحد لما بيتقدم في سفرياته ما بيقدرش. لا ما تخليش اقعد افكر من كده. اوكي طبعا يا جماعه، انا اضطر اسيبكم عشان الاجواء الجميله العالميه اللي احنا فيها. بلس الساعه 12 ومفيش اي حاجه نعملها حاليا لحد ما الطياره تيجي، بس طبعا اكيد لازم ناكل عشان دي احسن حاجه في الوقت ده بصراحه نعملها. و اي هوب ان انتوا تبقوا معانا يعني. يلا every time that we touch the room caught on fire.